قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إطلاق اسم الفنان الراحل خالد صالح على الدورة الرابعة من المهرجان التي ستنعقد في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل. وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان أن إطلاق اسم خالد صالح على الدورة الجديدة هو مساهمة صغيرة في تخليد اسمه، حيث ساهم معا في إنشاء مؤسسة شباب الفنانين المستقلين المنظمة للمهرجان منذ بدايتها، كما ساند ودعم المهرجان في مراحل صعبة بالإضافة إلى عطائه المتميز لفن التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون. ومن المقرر إصدار كتاب عن الفنان الراحل بالإضافة إلى إعداد فيلم تسجيلي عن رحلته الفنية وعرض 8 أفلام من أعماله. رحت وسرحت يا أسرية ونسيت بنتك صح؟ ما تقولش سرحته، بعدين دي أول مرة، وش معنى أنا اللي كل مرة أجيب البيت من المدرسة وذاكر للعيال وغير الأنبوبة وادفع الفواتير وسلك البلاعة؟ يعني إيه يا أسرية؟ يعني إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وأنا إيه؟ بعمل إيه في البيت ده؟ ما أعملش أي حاجة غير إني بلبس النضارة والطاقية وخلاص على كده؟ يعني انت فعلا كنت قصده تسيب البيت؟ انا يا ابراهيم الله، ما كلامك هو اللي بيقول كده يا اسريه، ما انت اللي بتغيري وانت اللي بتودي وانت اللي بتجيبي وانت اللي بتعملي كل حاجه، يعني انت قصده تربيني وتسيبي البيت؟